من القوه العسكريه اولا الى استراتيجيه السلام اولا انه العنوان الذي اختارته دوله الامارات لانسحابها من اليمن جراء ما سمته اسبابا استراتيجيه في الحديده واسبابا تكتيكيه في مناطق اخرى خطوة الامارات تفرض التوقف عند ثلاثة عوامل. العامل الأول يتعلق بالوجود الاماراتي نفسه من ضمن التحالف العسكري السعودي المرفوض اساسا من اليمنيين وللسنة الخامسة على التوالي. العامل الثاني مرتبط بصعوبة تمرير الاجندة الاماراتية وكلفتها السياسية والاقتصادية في اليمن. وهذا موصول بطبيعة الحال بالتجاذب الاماراتي السعودي على خلفية تقاسم المصالح والنفوذ واولويه محاربه جماعه الاخوان المسلمين وهو خلاف تبدى مرارا في الفجوه الكبيره في الخطاب الاعلامي غير الرسمي بين الجانبين واما العامل الثالث فمرتبط بنيه الامارات ابقاء قواتها ومعداتها قيد تصرفها تحسبا لتصاعد التوتر في الخليج بعد الهجمات الاخيره على ناقلات نفط وعلى العمق السعودي ولا سيما ان الهجوم على مطار ابو ظبي لم ي يمحى بعد من الذاكره الاماراتيه الانسحاب الاماراتي لا يعني بطبيعه الحال التموضع في المحور المقابل بقدر ما قد يعني الناي بالنفس عن التوترات في منطقه الخليج ولا سيما ملف العلاقه مع ايران علما ان البعض يتحدث عن مسعى الامارات الى تركيز وجودها في مناطق معينه كعدن وسقطرى فالى اي مدى صحيحه فرضيه اعاده التموضع هذه وماذا قد تكون ابعادها هل نحن امام اعلان لفشل الحرب على اليمن ام ان الامر يتعلق باعاده تقاسم مبكر لمكاسب الحرب كما يرى البعض وماذا عن تداعيات التحالف السعودي الاماراتي وبعد انسحاب الامارات من سيؤنس السعوديه في وحدتها على راس تحالف اصبح عنوانا كبيرا لمضمون فارغ تماما الثابت ان الخطوه الاماراتيه تترك السعوديه وحيده في مستنقع اليمن